شوي شوي غنديلي وخد عيني خليني أقول الألحان تتمايل لها السمعي شاطن وعا تجولي ميلودي ينالس عن ياسمين وتسالف بها الركبان طويل الملاكم طيب شوي شوي شوي. Marocains du Monde 2024 qui a récompensé des talents extraordinaires, tous des Marocains qui revendiquent leur identité et qui brillent par leur excellence dans le monde entier. C'est un honneur, c'est beaucoup d'émotion et c'est beaucoup aussi de fierté. C'est de la fierté d'avoir participé, apporté une petite pierre pour récompenser tous ces gens qui œuvrent pour le Maroc à travers le monde entier. انا فرحانه بزاف وفي نفس الوقت جاتني البكيه بالفرحه بيكوز تسلمت هاد الجائزه في بلادي المغرب واللي كاع كان كنفتخروا بالمغرب و you know, شي حاجة زوينة بزاف واخا كيكونوا جائزات في البلدان الآخرين ماشي بحال كتاخد واحد جائزة في بلادك في التراب ديالك المغرب دايزلي في العروق وحاجة سبيسيال ضروري الديستينكسيون هادي أصل ديالي مغربي مكناسي دونك ناخد هاد لوبري في شي حاجة كبيرة عليا عرفت نتوما شفتو زعما ماشي بوكو ديموسيون ايوا فرحت بزاف شكرا بزاف نهار عبد حخر كاسة فرحة الطاس الطاس ميميرو خا الكاسة العلاقة تمقرانت اك المغرب المغرب والسينغ شا مليح ولكن يعيش خفي الطاس مغربيين المغرب كلشي من جندي المغرب و خسر خشخر كاسني يجديد حنا ديوسين دي بلجيك دي بروكسل أتسلم تمارا حسن عاود شغل كاسني يما تحمى بيا بابا أمي فحطاس شكرا لمراي مغربيين You're right, I got so many awards in international awards but this one is very special because it's from Morocco it makes me feel very proud being Moroccan I also met very very impressive people here from diaspora as well as from Morocco and I made some good friends and I hope I can collaborate and continue this relationship with them in the future. الحمد لله انا نجحت في هذه المناسبه اللي هي عندها قيمه عظيمه بزاف ليا لانني في المغرب في بلادي والناس كلهم هنايا مزيانين ظريفين وعندهم واحد كيحلموا بالمغرب جديد مغرب انه كيعطي هدف لكل واحد هنايا اش غنقول فريمون شكرا لكم كاملين شكرا للناس اللي عاونوا باش هاد المناسبه تكون فورميدابل كوا دونك ميرسي انكور شكرا في الاحساس ديالي فريمون كبير بزاف الشرافه ديال نكون مغربي والمغاربه اللي ديال العالم كامل اللي غادي يعطيوك النتيجه جاتني فريمون avec grande gratitude mais alhamdoulah les athlètes li kanou hnaya ou tous les lauréats li kanou présents aujourd'hui kamlin des exemples lina ou kamlin des exemples les maghriba li aïchin fi le maghrib ou aïchin kharij le maghrib ou alhamdoulah vraiment la fondation tadir khdma kbira bach nhassou rasna hna li aïchin fi le kharij واللي تنحسوا بين فريمون حنا مغاربه ما كاينش فرق ما بين عايش خارج المغرب وعايش في المغرب اون فوا لي ريوسيت دون تو لي دومين ديال المغاربه في العالم كامل